واحد واحد المسابقه ديال صناع المحتوى، دونك غادي تكون ان شاء الله، ونحثكم انكم الناس اللي سون انتريس انهم يشاركوا في هذا الهاكاثون. وكما قلت يا سي باريش، انا كيبان لي الاعلام ولا الاعلاميين اون جينيرال في هذا الملتقى الاولى يعتبرون شركاء، ليس فقط انهم كيجيو يديروا التغطيه ديالهم الصحفيه وهكا وينقلوا الخبر، لان بالتفاعل ديالهم وبالاقتراحات ديالهم راه هما اللي يقدروا ينجحوا لك الملتقى ولا يفشلوا لك. اذا انا كنقول اللي زعما الصحفيين العالم الصحفي يعتبر مشارك، وزعما الصراحه القيمه ديالو قيمه مهمه. فين الجامعة السعودية مقبلة على موسم الصيف؟ لأن العام غادي يكون عندي اعتماد كبير على المدينة السعودية بحكم أنه مصطفى جوهرة الزرقاء مفتقر بها هي الشرقية، يعني بحكم أن الجامعة السعودية العام عندها الميت البحري، كانت فيها بيضاء تهز دابا هي السيولة ديك البحري. شنو يعني كمس إقليمي شنو الاستعدادات ديال الموسم الصيفي بالنسبة لهذا السنة؟ حتى السنة كانت كتسير في جامعة السعودية بقطاع شراكة يعني مع وزارة التجهيز، دونك لا بارتيكولاريتي اللي كاينة هي داك تقريبا داكشي ديال لا جيستيون ديال الباراسول. الباراسول راهم دائما في نفس الإطار ديال أنه تطبيق القانون 20% 80%، تستطيع 20% ديال الاستغلال التجاري و 80% ديال الاستغلال ديال المواطنين العاديين. بداو سميتو اللجان المكلفه بتدبير الشاطئ وتدبير الموسم الصيفي بداو الاشتغال ديالهم، والمجلس الاقليمي كالعاده شارك انه وحنايا شركاء مع جميع الجامعات الترابيه، والجامعه ديال السعوديه حتى هي تعتبر شريك ديالنا ديال المجلس الاقليمي. حنا رهنا راه الاشاره ديالهم ويمكن لنا نعاونهم في اي حاجه تقول لنا. الشاطئيه وديك الاذاعه الشاطئيه كان عندها واحد الوقت زعما ايجابي في سميتو، كاين واحد الوقت حنا نعقلو حتى ملي كنا صغار ملي كيتلف شي واحد ولا كيعمل شي واحد كيمشي لديك الاذاعه الشاطئيه باش كيقلبوا عليه. انا على حساب كنظن انه باقي غادي تكون حتى العام ان شاء الله تكون الاذاعه الشاطئيه. سي محمد، واحد السؤال على نرجع شويه النقاط ديال الدوره.